السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي أصدقائي الصغار في هذا النشيد الثاني، أنشودة أمي. سننشد معا هذه الأنشودة، وبعد ذلك سنتابع الفهم في الأسئلة التي تحتها. فننشد معا وبعد ذلك نتابع. أمي أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا كل الوفا، حبك يا أمي من رب السماء. أمي يا أمي يا كل الوفا، حبك يا أمي من رب السماء. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي ما أحلى العطور. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي ما أحلى العطور. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا كل الوفا، حبك يا أمي من رب السماء. أمي يا أمي يا كل الوفا، حبك يا أمي من رب السماء. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي ما أحلى العطور. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي ما أحلى العطور. إذن معجمي، الحنان ما هو الحنان؟ الحنان هو العطف، حنين عليك باباك ولا ماماك، حنين عليك ها، كيعطفوا عليك تيبغيوك. الحنان الحنان هو العطف. اطمئنان اطمئنان، الاطمئنان السكون والامان. كتحس بالاطمئنان ملي كتكون مع باباك وماماك، كتحس بالامان والسكون. اطمئنان اذا هو السكون والامان. من يتكلم في النص؟ شكون اللي كيتكلم لينا في النص هنايا؟ شكون ها هذا النص اللي قريناه؟ شكون اللي كيتكلم؟ شكون اللي كاتبو؟ هو الشاعر، كيكون كاتبو الشاعر فيه كيكون هو الاخر، كيكون هنا الاسم ديالو الحمد لله، كيكون لتحت ها هو. من يتكلم في النص؟ حسن بيكو، حسن بيكو ها آه. تكتب حسن بيكو. بماذا وصف الام ها آه. وصفها باش نبض ديال الحنان، كتنبض من القلب. النبض هو دقات ديال القلب، هي اللي كتنبض الحنان، هي اللي كتخرج الحنان من عندها، هي اللي كتعطينا العطف والحنان والامان والاطمئنان ها والوفاء ها. هي واحد النور والسرور ها، هي احلى العطور. بماذا وصفها؟ وصفها بنبض الحنان وبالامان وبالحنان وبالاطمئنان وبالوفاء ها، وبأنها أحلى حب من رب السماء، وبأنها نور وسرور، وبأنها أحلى العطور.
هذا ما وصفها به. ها عقلوا معايا وكتبوهم انتم. اشطبوا الكلمات الداخله، الكلمات الداخله كنقولوا هي شي كلمات عندنا كيكونوا متقاربين في المعنى، ولا كتكون فعل ولا اخر كيكون اسم ولا اخر وصف، او شي كلمه كتكون فيهم داخله ماشي ديالهم، ما خاصش تكون معاهم. اذا شوفوا باش فهموا. الامان، الامان كتحس بالامان. ها امان. العنف، عنف عنف صراع العنف. الاطمئنان، الاطمئنان. الوفاء، الوفاء. اذا الامان، شو معنى الامان؟ الاطمئنان تحس بالاطمئنان والوفاء، ها ومعهم العنف. اذا شكون الداخله هي العنف. اشطبوها، اشطب عليها. السجوع على منوال. امي يا امي يا نبض الحنان، امي يا امي يا نبض الحنان. شنو نقولوا لها؟ امي يا امي يا يا اح يا احلى الجنان. الجنان هي الجنات، الجنان جنة وجنة كتسمى جنان. أمي يا أمي يا أحلى الجنان، لولاك قلبي ما عرف الحنان. ديرو تاهي بحال هكا. قالك أنسج على المنوال. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. شو قلنا؟ أمي يا أمي يا أحلى الجنان، لولاك قلبي ما عرف الحنان. إذا صفحة 23. نرجو مشاركة هذا الفيديو مع أكبر عدد من الأصدقاء ديالكم. إلا كنتي ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة، غتنتفع إن شاء الله، غتجي المنفعة، وحنا كنبغيو المنفعة للجميع التلاميذ والتلميذات، ويكونوا معنا ويكونوا كلهم مجتهدين ويجيبوا أحسن النقاط إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.